طلب تقرير حالة البلاد 2021 بوضع خطط تنفيذية مستقرة وثابتة للحكومة على مدار السنوات المقبلة، مبينة على خريطة الطريق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2025. دعا التقرير أيضا الصادر أخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إحداث تغييرات هيكلية في سوق العمل ترتبط بكفاءة السوق والمهارات المطلوبة وتأهيل القادرين على العمل وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة لهم وموائمة مع متطلبات سوق العمل وحاجاته. نفتح هذا الملف مع رئيس بيت العمال لدراسات حمادة أبو نجمة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح الخير يا هلا. نعم، بداية نبدأ بالمطالبات لإعادة أو إحداث تغييرات هيكلية في سوق العمل، هل تؤيدها؟ هل أنت معها؟ وهل هناك إضافات أيضا من قبلكم لتحسين الوضع في سوق العمل الأردنية؟ شكرا لكم. مؤكد أنه كما أشار التقرير وتقرير أخرى متعددة من مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني ودراسات بأن سوق العمل الأردني يعاني منذ سنوات من تشوهات، عديد من التشوهات. أشار التقرير إلى بعضها، وبشكل خاص أنه إحنا نعمل منذ سنوات بدون خطة مستقرة وثابتة، وهذه يعني قضية مهمة جدا. أشار التقرير وكما ذكرنا في مناسبات أخرى سابقة بأنه نحن نتعامل مع سوق العمل بشكل مجتزأ بدون تصور واضح شامل لحقيقة وواقع سوق العمل واحتياجاته، وهذا ما أشار إليه التقرير أيضا. يعني إحنا لدينا استراتيجيات متعددة ما زالت غير منفذة. بدأت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اللي تم تفعيلها في عام 2013 وكان مفترض أن تستمر إلى 2020، للأسف توقفت بسبب تغير الحكومات. لدينا استراتيجية أخرى اسمها الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، لم يتم تفعيلها. أيضا لدينا الآن ما زال قائم، يعني يفترض أن يكون قائما تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اللي بدأت من عام 2016 ويفترض أن تستمر إلى 2025 للأسف. وكما أشار التقرير أيضا وكما ذكرنا وحذرنا منذ فترة طويلة بأن هذه الاستراتيجية رغم أهميتها ليس هناك من جهة معنية بتنفيذها، بمعنى ليس من هناك جهة تتولى متابعة تنفيذها، الرقابة والتقييم والمراجعة. نعم، إذن كيف لكن كيف يتم يعني إنه إحنا قاعدين عم نكون عم نرسم استراتيجيات وعم نكتب خطط لكن لا يوجد شخص أو مؤسسة مسؤولة عن مراقبتها ولا حتى عن تنفيذها، كيف ذلك يعني؟ يعني إذا نتحدث عن الاستراتيجية الحالية وهي الاستراتيجية الموارد البشرية، هي هذه الاستراتيجية تعني مؤسسات متعددة، يعني تقريبا كل الدولة المعنية بسوق العمل من وزارة العمل إلى وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي التدريب المهني وما إلى ذلك، مؤسسات متعددة. ولكن للأسف يفترض أن يكون لهذه الاستراتيجية إطار محدد، جهة معنية بالمتابعة بالتقييم بالمراجعة بالمراحقة وحتى المساءلة حول عدم تنفيذ محاورها. هناك جهات تنفذ بعض المحاور، هناك جهات مقصرة، وهناك ولكن ليس لدينا جهة قائمة حتى تتابع ذلك. هذه قضية مهمة، لا يمكن أن نتعامل مع سوق العمل بالخطورة اللي احنا فيها. إذا بنتحدث عن واقع سوق العمل، احنا بنتحدث عن أرقام غير مسبوقة بتاريخ المملكة، 24% البطالة، 435 ألف متعطل عن عمل، أرقام يعني مذهلة يعني في سوق العمل، مشاكل تتعلق زي ما حكينا هيكلية في سوق العمل. لدينا سوق عمل غير رسمي بمعنى القطاع غير منظم بنسميه، يقارب أو يفوق حتى نصف العاملين، بمعنى فئات من العاملين أكثر من نصف العاملين يفتقدون إلى الحمايات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي وما شابه، إلى حمايات قانون العمل. وهذه قضية كمان مهمة جدا، لا يمكن لدولة عصرية مثل الأردن أن تعمل بنصف عامليها دون حمايات. لدينا مشكلة في التدريب المهني، احنا نعرف أن من يتوجه إلى يعني حتى يعني أشار التقرير إلى قضية مهمة وهي أن احنا ندعو الناس والشباب إلى التوجه للعمل المهني، ولكن في نفس الوقت
المؤشرات تشير إلى أنه العمل المهني والتوجه للعمل المهني يعاني من مشاكل متعددة، عدم وجود مؤسسات تدريبية وتعليمية مهنية مناسبة ملائمة فيها بيئة جاذبة. أكثر ما يقرب من 44% من الخريجين في التخصصات المهنية لا يجدوا عمل. هناك مشاكل بشكل خاص لا يجدوا عمل، عدم موائمة سوق العمل لاحتياجات المتدربين. نعم. لانخفاض الأجور، معظم الأجور المهنية ما بين 200 إلى 300 دينار كما أشار التقرير وتقارير أخرى سابقة. كل هذه قضايا بحاجة لمراجعة فعلية وليس حلول مجتزأة كما شفنا مثلا في برامج تشغيل وما إلى ذلك من شعارات تطلق، ولكن ليس لدينا، يعني تخيلوا، ليس لدينا قاعدة بيانات تتعلق بسوق العمل. كيف يمكن أن نتعامل مع سوق العمل بدون وجود قاعدة بيانات واضحة؟ كيف يمكن أن نتعامل مع فرص عمل وليس لدينا دراسات معمقة لاحتياجات هذا السوق؟ احنا بحاجه ومنذ سنوات نطالب بذلك، رغم انه بدانا في عام 2013 و2014 بعمل دراسات ومصحات لقطاعات محدده لدراسه ما يسمى بالفجوه بين العرض والطلب، بمعنى احتياجات السوق والمؤهلات المتوفره يعني في آنيا ومستقبليا. نعم. هذا الوضع اللي ممكن من خلاله ان يعني ناخذ وجهه يعني تصور واضح حول احتياجات سوق العمل ومعالجه مشاكله. رئيس مركز بيت العمال حماد ابو نجمه، شكرا جزيلا لك.